مستمعينا الكرام، متابعين موقع الحدوته، كارثه جديده تقشعر لها الابدان بل الاجساد باكملها. بورسعيد بها شخص يدعى محمود شلبي. محمود شلبي يتجول في جميع المحافظات ويقول انا لقيت بنتي، مش بنتي، 15 سنه جواز وعلى عهده محمود ومسؤوليته الشخصيه والمستندات اللي هي معاه، وهو تحمل عواقبها. قال ميرا مش بنتي. سمعت ازاي وعرفت ازاي؟ اتفاجئت بالكلام ده كله. ازاي يا محمود؟ محمود عامل ايه؟ الحمد لله. طلعت في المواقع الاخباريه وطلعت على البرامج التلفزيونيه وقلت انا اكتشفت مصيبه ان ميرا مش بنتي. عيالي. بنتك مش بنتك مش ازاي؟ انا ما قلتش كده، انا قلت عيالي اكتشفوا مصيبه ان ميرا هي اللي بتقول مش بنت محمود. مين اللي بيقول؟ عيالي سمعوا امهم. عيالك انت؟ بتكلم نينتهم اللي هي ستهم. بيقولوا لها كده. طبعا عملت التحليل ما كنتش مصدق. انت عملت دي ان ايه يا محمود؟ عملت دي ان ايه طلع صفر تطابق. بس ميرا يعني ايه صفر تطابق؟ بس بالراحه يا محمود، صفر تطابق ابوه والتحليل الاصلي يعني ايه؟ لا 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 لا، يعني هي طلعت مش بنتك فعلا؟ طلعت صفر تطابق التحليل. ميرا انا كتبت اسمي ورافع لا حول ولا قوه الا بالله. زي ما المحامي قال لي اللي هو انكار نسب وخد تعويض والكلام ده. انا هموت عليها. انت مش عايز تعويض، انت عايز البنت حتى لو مش بنتك يا محمود. خدوا كل اللي معايا واديني البنت. البنت دي بالذات مش معنى ده مش بنتك. الله، هتعذبها، هتموتك، هتموتها في كذا جريمه واسبه. البنت دي كنت بجيب لها لبن اكتر من مرتبي بست اضعاف اي لبن كانت الناس بتجيبه على نفقه الدوله. والله العظيم كنت بشتغل ليل نهار عشان اجيب. يا محمود دي مش بنتك. يا محمود دي مش بنتك. بالله عليك غير اعاقه عينيها. مره مسجلها بنت امها خاين، غير الاعاقه اللي في عينيها. قسما يعني بالله قلت هدي لها عينيه الاثنين لما تكبر. انا مش عايز اشوف حاجه في الدنيا تاني. ده مش بنتك. لا بنتي. اما انت اللي قايل لي مش بنتك دلوقتي اهو. انا قلت التحليل صفر تطابق. امها خاينه. امها خاينه. لكن هي انت ماشي بمبدا اللي بابا وربنا يهديها باسم الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا تعرف بنتي من اخواتها. لا اله الا الله. امها بتعذبها مش طايقاها. في كذا جريمه اثبت كانت هتموتها. اللبن اللي بجيبه غالي ده راحت للدكتور اديها لبن تاني تعيط له. ابوها مش قادر، نزفت لمؤاخذه من الحمام دم. رحت للتمريض الممرضه اللي جنب اللي قبل الدكتور السكرتيره يعني. قالت لي ده هي جت قالت كده وكده مش عارف كنت هعمل فيها ايه وجبت لها اللبن تاني. حاولت بكذا جريمه تموتها. دخلت الاعلان المركزي. مين سمع ان الام اللي هي مراتك يعني وهي بتقول لامها ان ميرا مش بنت محمود؟ بنتي وابني. ده غير اللي شافوه على الواتس. هي عمرها ما عملت حاجه في البيت من الجرايم بتاعتها مع اتنين ولاد عمتها. بعلم العيله كلها مستخبيه. بعلم العيله كلها. اقسم برب العزه لو بقول كلمه اتضرب بالنار عليها قدام الناس كلها. اكبر عيله متسوله في البلد. بطلع عكش في طب ثواني، عايز اسال سؤال. وبيلموا شعريات. عايز اسال سؤال. محمود من فتره، عشان بس نبقى واضحين، من فتره قريبه انت دخلت اخواتك يعني دخلوك مستشفى الصحه النفسيه، المصحه النفسيه صح؟ انت مجنون يا محمود؟ المستشفى اللي تقول جاز اخواتي صادقين ولا حاجه. مجنون واطلع في 24 يوم مستشفى بتعالج مصحات اللي هي بتاعت المخدرات صح؟ حاجات الجديده دي ما اسمعهاش بيقولوا. حتى اول مره اسمع اللي هي بتتحط في لمبه اللي بتنور الدنيا بقت بتشتري فيها مخدرات. واحد يفضل ماسك ايده كده وماسك نفسه طول الليل ونايم وهو قاعد. يفضل سهران عليه. بتراعيه. يعني هي المستشفى استغلت وجودك وان انت تبقى ايه؟ تخش تنام التمريض وانا اللي بقعد بيهم. يقولوا انت الوحيد اللي بعقلك. كويس اللي عقلي لسه في راسي. والحمد لله كنت بتعامل معاهم بالراحه. يعني انت يا محمود خلينا واحده واحده. اكتشفت ان ميرا مش بنتك. اكتشفتها بس انت بتقول لا هي بنتي وانا عايزها. هموت عليها. ورب المعبود ادي لها عينيه قدام مصر كلها وعلى حسابي مش عايز حاجه من الدوله. ورب المعبود اكتب لها الشقه باسمها قبل عيالي. ورب المعبود ادي لها الشقه وادي لها عينيه قدام مصر كلها وما عايز حاجه على نفسي. اشمعنى ميرا؟ زي ما المحامي قال لي، المحامي اللي اتكلم على الاعلام القانوني اللي معاه من خط الخطة. بتتكلم على الاعلام اللي كان بيبعت لي عربيه يجي ياخدني لحد ما عنده واخش. انت ما تعرفش الاعلام عامل ازاي. بتستغل الاعلام. المحامين بيحبوك ولا باعوك؟ المحامي كان بيحب عايز يطلع مع الاستاذ ارهام سعيد. ما بصيتلوش، دخلت الضيف بس وهجمتني. بتدافع على واحده ست ضعيفه وانا كنت معاها. التعليقات بتاعتها ما عرفتش ارد عليها. ثلاث ايام ما نمتش. بورسعيد كلها بتكلمني على بكشف في بيوت الناس. في ناس بتبقى جايه من الشغل، في ستات بتشتغل وبتروح وبتيجي مش فاضيه، في ستات كبار بقى تبقى تقول لي شفتك يا ابني مع الرئيس سعيد وتدعي لعيالي وتدعي لي.
ناس كتير ناس عارفينك يعني ان انت ان انت ان انت مش مريض وان انت بقواك العقليه كامله مكمله وراجل مهندم او لابس بدله ومحترم ونظيف وحاجه حلوه قوي. اقسم بالله عامل اكبر فرح في بورسعيد كنت شايفه. المحامين وقفوا جنبك؟ لا وقفوا جنبهم هم عشان الفلوس وعرشاه اللي بتتعرض عليها ما نزلش على النت. هم مستخبيين في البيوت ما بينزلوش من البيوت. عرضوا عليها مبلغ مش عايز اقول ايه عشان طبعا كل اعلام بيقول حق الرد مكفول. سمعت ان هي اتشالت. هم برضك خلي بالك هم ليهم خلي بالك هم ليهم انا برضك عايز اقول حاجه هم ليهم حق الرد. يا ريت تبقى عارف يا ريت يردوا. سمعت ان هي اتشالت اسبوع لما سمعت كلمه ابن ابنها منها اتعقد من التصوير. ليه؟ هو المحامي اللي قال لي يطلع وتعالوا ببدل ومش بدل. قسما بالله كان جاي لبدله اشحطها بفرح وعامل اكبر فرح في بورسعيد. انا مش بتاع بدل. يعني انت ميره مش بنتك بس عايزها وبقيت ولادك البنت الكبيره انت قلت لي ما رفعتش انكار نسب زي ما قال لي وعشان تاخد تعويض وعشان تعويض والله إيه؟ يعني انت اشتريت عايز تطلع مع اكبر اعلاميه في مصر عشان تتشهر. هو ده الاعلام اللي انت بتستغله؟ الاعلام اللي انت اتكلمت عليه ده في المحاكم خلاص في المحكمه وكل النيابه بتصل بيا ببقى قدامه بيبعتوا لي جوابات. انت مش مجنون؟ احنا دخلنا في قصه مجنون. انا بمشي اهو في كل حته وبروح شغل. انا بخش بيوت الناس. ده انا شغلانه خطيره جدا بامن حياتي. وميره مش بنتك بس انت عايز تربيها. خليك واضح. ميره بنتي مسجلها بنتي امها خاينه. لا يعني ايه امها خاينه؟ ثواني بس احنا كده بنلف وندور حوالين بعض. امها خاينه تحليل دي ان ايه صفر تطابق مع يعني هي مش بنتك. هي مش بنتك يا حبيبي اسمعني يا محمود يا لا محمود. استنى كلمه مهمه. سيبتنا الخيانه بتليفون متحرز مع اخوه. هما اتنين اخوات بس لحمها ودمها. هو ده اخوك الصغير؟ اتنين ولاد عماتك؟ يعني اتنين ولاد عمتك بيعملوا ايه الاتنين ولاد عماتك؟ بتخونك معاهم الاتنين الاخوات؟ النصيبه ان العيال اللي اكتشفوا. انت مسؤول على كلامك ده؟ هو ده اللي انت بتحبنا ونفسك في الشقه هديها لبنتك. انت مسؤول عن كلامك ده. يا ريت هي فين؟ ده انا رحت المحافظ كان في المولد النبوي واديته ورق القضيه مديريه الامن مباحث بورسعيد. عايز تقول حاجه ثانيه يا محمود؟ كلها عايز تقول حاجه ثانيه؟ حرام عليك هتفضلي مستخبيه كده. بنتي من العشره الاوائل عايزه اوديها المدرسه. البنت الكبيره صح؟ المدارس بتبعت لي جوابات الكفيفه عايزه اوديها المدرسه. كل المدارس بيحبوها. من العشره الاوائل المحافظ كرمهم وبنتي. حرام عليكي بنتي من العشره الاوائل. انت عايز عيالك يعني انت عايز عيالك تروح عليها؟ انت عايز عيالك اموت واخد عيالك بس وبعد كده وعايزها ولا مش عايزها؟ هي عايزها. ده رفعت كل ايامات بالنسبه لي. حلو يعني انت عايز عيالك بس. يا جماعه لو سمحتم اللي يقدر يعمل حاجه من اهالي بورسعيد وكبار رجال اعمال بورسعيد وقيادات بورسعيد لمحمود. هو محمود مش عايز حاجه من الدنيا. هو عايز عياله بس يبقوا قاعدين جنبه في حضنه بس. الحكومه كلها عملت اللي عليها ويتصلوا بيا وراحوا لهم البيت ده. بتقول لي البواب يقول لها الشقه متباعه. انا رايح عارف الهدوم بتاعتهم لقيتها مشره الهدوم دي. ربنا معاك يا محمود. ربنا معاك. في حاجه تانيه عايز تقولها يا محمود؟ عايز اوصل لعيالي مش عارف اعمل ايه. يا جماعه يا كل مسؤولين الدوله يا كل قيادات مصر ناس بتقول يا كل قيادات مصر محمود عايز عياله بس. الناس بتقول لي اتجوز وعيش حياتك. اتجوز وعيش حياتي ازاي اخد ميره؟ ميره مش بنت ميره. انا عايز ميره قبلهم. ميره مش بنتك؟ انكار نسب. حرام ذنبها ايه؟ شكرا يا محمود. ربنا يخليك يا استاذ.